نشري سمري. نشري سي شتكو باللي يا خويا. ياه ها هو مزيان. صورني. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا شريت هاد ماركو في اللي، وهاد اللون هو حبي، هو الكرونه كيحمقني. وعرفتي هادي راه شي 3 شهور ولا شهرين وانا مصيه واحد بنت خال امي مسكينه، واليوم جابته لها. عيطت لي قالت لي راه جبت لك الكوفلي اللون المفضل ديال الكرونه. قلت لها خليه دابا وانا جيت لعندك. ما كنتش من العازين دغيا نط، كنت مشيت عند صاحبتي دغيا. مع عند صاحبتي خرجت لعندها تلاقيتها، هو هذا الكوفلي اخوتي تعجبني انا اللون الكرونه، وشريته كبير وزوين. وان شاء الله غادي نشاركو معاكم، ان شاء الله غادي نديرو على الناموسيه ديالي. واللي بغى شي حاجه يقولها لي، نقولها لبنت خالي جيبوه. عربك يجيك وي وي زوين. تاك الله الصحه وصحه. نبدل عاوتاني من الغوز، نرجع للكرونه، من الكرونه نرجعو. ايوا ربي يسهل. ضروري ربي يسد بيبان حتى كيفتح بيبان. ضروري تهلاي في راسك. ضروري. انا خوتي ما كتهوني حتى شي حاجه، تهوني نتهلا في راسي، نتكسى، ناكل صافي. ايوا هادشي ما عندو معنى. صافي ما كا ما تهوني نجمع فلوس، ما كيهوني حتى شي حاجه. تبارك الله عليكم اخوتي المشاهدين، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. شكرا لكم اخوتي المشاهدين على الوقوف ديالكم وعلى البارطاج ديالكم، واقفين معنا. الله يجعل ربي يوقف معاكم ان شاء الله اخوتي العزاز، والله يسر لكم وليداتكم ويحفظكم ربي ان شاء الله اخوتي العزاز. موي الواد وياش اجي تشوفي شنو خدات مريم؟ هذاك الشيء وربعه كبار. يا في ربعه خديتي كبار شي واعر العرب، شي ناضي كناضي. تاكل الصحة وصافي. هادي خديها ما فيهمش خدادي كبار. هما هادو عندي ما نسالك. تاكل الله الصحة وصافي. هذا يجيك واعر هذا معي، هذا يجيك احسن من اللي كنتي داير. غادي نجربو قدام خوتي المشاهد، يقولوا لنا تا هما كيجاو. منسي؟ اه شويه الحمد لله. شويه صافي. هذا يجي، هذا يجي احسن من الاخر. انا لكن مازال خصك تجربها. او بس السلعه ان شاء الله مولاي، ان شاء الله شي قريب عند الله. ونعم نبدا معهم سنة ان شاء الله في التحضيرات ان شاء الله، ويتابعوني سنة ان شاء الله. نشري لهم سنة بيت نعاش ونشري كل شيء ان شاء الله يتابعوا. اخوتي المشاهدين كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وتكونوا بصحة جيدة نتوما وليداتكم. ولبنان مريم راه شرات قالت لكم في البيت ناس كان عندها غير واحد اخوتي، لا بد خصها تبدل، خصها جوج كوفريات باش ما يتحيد هذا، ما يديرش الضرب على واحد. تبدل هذا ودير هذا ودير هذا. تم اخوتي اصلا غادي يردوا لها. علاش؟ حيت انا ما تعجبنيش المسند. غادي يردوا لها، غادي تجيب لي ربعه الخدادي، جوج بجوج وجوج صغيرين. واصلا اللي زال تحتاني ما جاش قد الناموسيه، شتو جا صغير، خصها تزيني طايه ما كبر. هذه راه بنت خالي اللي كاتبه تبيع فيها. تجيب لها حاجه يقولها لي ولا عجبكم اخوتي، هانتوما نعطيكم النميره ديالها تواصلوا معاها وتجي لكم زوين وزير. والله الا زوينه تكاي اخرى تمايا ديال المس، يزار الاخر ديريها الاخر.
وزوين بزاف هاد اللوين هذا، على مزوينه تعجبني هاد الكرونه. حتى تعجبني الكرونه ولكن ما عجبنيش بالمسند ولي زر صغير. المسند هو لا عالي كون جا غير لي زر قد تنعس، لي زر تيكون خوتي تيجيو متضربو بلاستيك، تيكون عندهم بلاستيك من هي تتحشي في المضربه وفي الراس من هي تتحشي في المضربه ومن هي تيجي لي زر مطاكي بيت النعاس. ايوا دابا هي ولات لكم اخوتي ان شاء الله. ولات لكم على ما تبدلوا لي ونولي نوري لكم عام ثاني ان شاء الله. بحال عجيبي هي بحال هكا كيجي. لك وكان عندي تنشريه من عندك وهذا اخوتي مريم كنت عطيه فلوس المركوب تنسكر لي شاط عليها هي 100 دريال يا 1000 فرانك تتخزنها. تخزن 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 تا جمعت له دابا جمعتي له شحال شريتي؟ داير 6800. شحال كانت عندك؟ قالت لي 7000. عندي 200 درهم. عندك 4000. 4000 ايوا. الله نشري لك هادشي اللي كاين. نشري لها يا ناي. تعطيها غير بالطريف تسالي. تسالي تعطيك بالطريف قالت لي. قالت لي عيطت لي قالت لي مضرة واش تجي دي. قلت لها راه ما عنديش الفلوس. قلت لي ويلي حنا واش بيناتنا الفلوس؟ اجي دير لكم في الليسير جات تكون عندك. الله يرحم الوالدين. نساها الله. انا عجبني ولكن الصراحه الله ما كملتش فرحتي. جا هادشي. كزر جاك ناقص بزاف. ناقص بزاف وما عجبنيش فيها المسند. علاش المسند؟ خصني خد يديا خصني 4 الخدات. جوج هكا وجوج اخرين وهاد الصغيرين. كيجي واعر. قضيه المسند تحيدات. انا اصلا ما نصبلوش. عرفت. ايه ديكور مصممين نجي الناس نحيد. تحيدات زعما تبقات رقدة على ليزر. ايه. صح ليزر دابا عندك ما. ليزر صغير. صغير. زيدني وصافي طول ما يطلع دابا نقولها لها. كيجا. ناقص اخوتي. ناقص من تم وناقص من هنا. وهو زوين بصراحه لي زهر طيبه وكل شيء زوين. ايوا ان شاء الله خلينا نجيبو بنت خالي ان شاء الله نخليها وليدات صافرينها صحيح نجيبوها. ايوا وريناهم كيجيو. هادا غير في وسط الخدادي موت التكاكي ديالهم واش تحيدهم قالت لكم بلا ما نتعذب نولي نقلعو انا نقلعو نقلعو نشرك مع خوتي كيجيو ويعطيوني كيما جا نقولو لها خوتي خلينا في التعليق كل شيء زوين. هاد اللويين تجيبو في هاد اللويين ولا تجيبو في شي لاخر ونسوما خوتي اخي شوفي هاد الشبيه ديالها. جوج بياسات ست تكاكي جوج صغيرين جوج كبار ونص نفس انتي قولي لها ولا تجيبولك ليش فيها مسكينة سيارة تجيبلك راه طولك عليه ليك. وما نطولوش على خوتنا فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هنا انا من جهه ما جات هاد الويله زوينه خوت والله عجبني سيان. ودابا خوتي راه كتجمع الكوفه اللي مولاتو ما جاهاش لي صار موتا الكوفه اللي جا واقي والو وطبطولها ان شاء الله جوج واحد اخر. وشكرا لكم على التتبع اللي متبعينا ومساندينا وواقفين معانا اللهم تعالى يوقف معاكم. الله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم الصحيحه ديالكم. ودعوا معايا تاينا ربي يشافي لخوتي والله يشافي كل مريض اخوتي والله اللي خطيكم عليا والله يكبر بيكم الحباب ديالي وهذا اللي انا مريض. وكما كتشوفوا خوتي شفت الكوف اللي وعجبني وحق الله لا عجبني لان هذا هو اللون ديالي المفضل الكحل والكرونه ولكن ما كملتش الفرحه. وان شاء الله تجيب لي واحد يكون بدو ان شاء الله ونشارك معاكم. وما نطولوش على خوتنا وفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي لكم ما نطولوش عليكم اخوتي والسلام عليكم اخوتي فيديو ان شاء الله.